يا صباح النور من طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا أول يوم لي وأول جولة غنديرها بهذه العاصمة. نبغي نشوف كيفاش توصلت للعاصمة، ويشوف كيفاش حصلت على الفيزا وكيفاش توصلت المطار. يشوف الفيديو على قناتي على اليوتيوب اللي عاد نشرته. إذا هذه أول خرجة لنا، وواحد المنظر، واحد المنظر، لاحظوا هاد الهاتف. احنا ما بقاش عندنا، كان عندنا ما بقاش. لاحظتوا هاد الهاتف العمومي ما بقاش عندنا، هو باقي هنا خدامين به في ايران. بس كنت عارفوا ان ايران هي تحت الحصار، ازيد من 44 سنه من الحصار. الاونه الاخيره الحصار تقوى عليها واشتد عليها، ما يمكنش تشري اتصالات لما درتي الفي بي ان، والفي بي ان مره خدام مره ما خدامش. ولكن كما قلت، مع الحصار اللي مفروض على ايران منذ ازيد من 44 سنه، واللي قلت في الاونه الاخيره ولا حصار قوي وقوي، فمظاهر الحياه عندهم غاديه بواحد الرتابه. اذا اليوم غنحاول ما امكن نمشي للسفاره الامريكيه ونشوف بعض المناطق التاريخيه والمثيره. بقوا معنا، تابعونا، دعمونا في هذه الجوله، وانا غادي نحاول ما امكن باقتراحاتكم نحاول ما امكن ندير محتويات اللي تقربكم اكثر من ايران وتقربكم اكثر من باقي الدول اللي غادي نزورها في هذه الزياره لاسيا بحول الله. من الحوايج اللي كثير هنا في الشارع هما هاد الاشهار. انتم ما كيديروا الاشهار هنا كيلصقوا في لق. واحد السيد هو الان شفتو هو اللي كيدير هاد العمليه، نحاول ما امكن نصوروا لكم. وزوينه هاد القضيه انك تشد الشارع وتلصق في الاشهار ديالك. يعني ها هو، راه هو غادي. غنحاول نقرب شي شويه. ها هو، هو هذا. ما قدرتش انتما، انتما كيفاش كيدير هاد العمليه. شوفوا الشارع، السيارات كلها ماركات قديمه. يلا انا عرفت بوجو، بوجو من الماركات المعروفه العالميه هي اللي كاينه هنا، بوجو القديمه ماشي بوجو الجديده. وبالتالي السيارات كلهم عندهم ماركات خاصه بايران، وكتعرفوا مع الحصار وداك الشيء ما بقاش تشدد الاسطول ديال الماركات عندهم، وبالتالي الطوموبيلات عندهم قدام وقدام بزاف بزاف بزاف. واللي كثير هنا هما الدراجات الناريه، اما كاين لا اشارات المرور لا والو، فاضوا دور وزيد. حتى الماركات ديال الدراجات الناريه ما تعرفهم كاع كي دايرين، اسماء غريبه وغريبه بزاف. لان هذا هو المترو، نحاول اول مره غندخل ليه باش نشوف واش ممكن نمشي فين بغيت نمشي. كاين واحد الريح قوي هنايا، اول مره كنزل هنايا المترو بوحدي، ما كاينش اللي يوريني، كنتصاطحوا وصافي. نحاول نسول الا كاين شي واحد اللي غادي يوريني. هنا ما كيعرفوش لونجلي بزاف، كيبغيو يعاونوك ولكن ما كيقشعوش لونجلي. غنشوفوا كيفاش. دروج كتار هنايا، شحال قدك تضربو. هنا كيتعاملوا، ما كيتعاملوش بالكاش، كيتعاملوا اكثر بلاكارت، اي الرصيد ديالو ديال الفلوس كيديروا في الكون ديالو، وكيتعامل بلاكارت. كتلقى لاكارت كلشي عند مريم الديزير، عند ديك الليكتور ديال لاكارت كتلقاه عند كلشي، حتى دوك الباعه المتجولين الصور كتلقى عندهم. مشكلة انا ما عنديش لاكارت كاجنبي، صعيب تكون عندك لاكارت، خاصك كونت وما يمكنش دير كونت. بالتالي غادي نشوف كيفاش. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين. هنا طهران سخونه بزاف دابا، يلا 7 ديال الصباح، 7 ديال الصباح والحراره شاعله خروجه. نشوف ما عرفتش انا كيفاش غادي ندير باش نمشي بار مترو. وجينا بيت نخرجوا. نسول باش بلايت انتوما لاكارت، فين ما مشيتي كتلقى ليكسور ديال لاكارت فين ما مشيتي. نحاول ما امكن نسول
انا بغيت نمشي لدابا للسفاره الايرانيه القديمه وهنا كيسعموني انني مع امريكا وبدا كيضحكوا علي هذا السيد غادي يعاوني هلو هلو يور نيم ماي نيم از امير محمد امير محمد ان ايران all is not good speaking English yes I know after that very try but you speak very well. إذا أنا قلت لهم بغيت نمشي السفارة الأمريكية لأن الآن ولات متحف وكتخلت الثورة الإيرانية هنا جات مغربها وبدا كيسعموني أنني أنا من مداعمي أمريكا تجد السيد بلونغلي شوية عاد شرح لهم قال لهم السيد راه بغى يصور غير أنا حد راسي كنت دروج واعري هنا قال لهم السيد راه بغى يصور غير المتحف راه ما عنده علاقة بأمريكا وقالوا لي غير سير ما بغاش يعطوني التيكيت قالوا لي لا غير سير أنت معنا غير سير خلقينا اليوم مع الايرانيين حتى واحد ما كيهضر لونغلي ولقيت صعوبه باش انا بغيت نمشي بالمترو بغيت ندير هاد التجربه لقيت صعوبه لان حتى واحد ما كيعرف لونغلي هنا وانا بغيت نمشي المقر ديال السفاره الامريكيه اللي تحول الى متحف اللي كيخلى الثوره الايرانيه ولكن الاكثريه هنا ما عرفوش يرشدوني الان يلا عرفت بانني جوج محطات خاصني ننزل في محطه الامام طالقاني شوفوا المترو ديالهم كيفاش داير هذه لوحة فيها جرائم الحرب الإسرائيلية ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا هذه ديال جرائم الحرب الإسرائيلية كاينة الآن فيما مشيتي كتبقى مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية من طرف الإيرانية مي نوت ذاتس نوت اي جو هوم مي I go home or no? Thank you. Nice. إذن دابا خدت المترو غير بالتسطيح ما عندي لا تيكيت لا والو ما خدت لا تيكيت ما خلصتها ما والو غير بالتسطيح أنا غادي ونشوف الأمور كيفاش غدوز. إذن عبد الله نزلت من المحطة ديال طريقاني ما عندي لا تيكيت لا والو دابا غادي نحاول نطلع باش نمشي لمطار السفارة الأمريكية وكما غير كيتساطح وصافي وغادي المهم رانا حارق ما كاين لا بيه لا والو خاطر طلعت وغادي واش غيطرى لي شكون راني ما عارفش سيكين ما عارف والو سيكين ديما عندهم التحف وما هي ديما عندهم التحف ما كتكونش المحطة فارغة خاص تحف Yes. No. With your problem. Thank you. I went to the Museum of Ambassador of America. Where are you? Embassy of America? Ah. The museum. I don't know, but the Embassy of America is... I am Muslim too. Are you Muslim? Yeah. Yes. Yeah, I am Muslim. I am from Marrakesh, Morocco. Marrakesh? Do you know Marrakesh? Yes. Ah, I am from Marrakesh. Most people of America, of Marrakesh, are Muslim. Yes, all. All, yes. All we are Muslim, alhamdulillah. Yes, thank you. Thank you. Now, where are you? I will go to. I visit Tehran, it's my first day. And now I will go to the museum. How can I pay it? You want to go to the museum? The museum of Ambassador America. Do you know the museum of Ambassador America? The old museum, Ambassador. Which museum? The Ambassador. Museum? The Ambassador of America. Museum is for America. Cheese. Do you know? سفارات أمريكا كوجيش مخلص. سفارة. أول سفارة. سفارات أمريكا. هذا شهداء تخليد للشهداء ديال الثورة الإيرانية على ما أظن. شهيد محمود شهباز. في تاريخ استشهد هذا الشهيد. حنا كنقولوا الشهيد كما كيقولوا هما. هذا هما تخليد الشهداء إيران. كما قلت لكم هذا الشارع. شارعنا في إيران. ما تسولونيش فين انا ما عارفش المهم خدت المترو بلا فلوس خوكم سالت وجيت هنايا طلعت وصافي وغادي نحاول نصور
كما قلت لكم الطوموبيلات القلق ومشكلة في التوجه إلى مقر السفارة الأمريكية سابقا. اللي قلت لي كيبقى يشوف فيا وكيسعمل لنا أمريكي وكندري على السفارة الأمريكية، حتى كنشرح لهم وكنقول لهم أنا راني مغربي وراني مسلم، عادة كيفهموا همايا لأنني أنا ما كنحدش على السفارة الأمريكية قبل شي حاجة. ما مشيتي كتلقى شي حاجة ضد أمريكا. شوف هاد اللوحة، أمريكا تغرق الشعوب في بحر من الدماء، هذا هو المفهوم ديالها. دابا أنا في المدخل ديال السفارة الأمريكية أو مقر السابق ديال السفارة الأمريكية قبل ما يقتحموه طلبة الإيرانيين في بدايات ديال الثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني. اقتحموا هذا المقر واعتقلوا العاملين به، وكانت ملحمة كبيرة وكبيرة بزاف. وبعد هذا الاقتحام تم إرقاع العلم الأمريكي، ما بقاش كرفرف الأجواء بل نزل الأرض. وهذه أحداث عشناها، كانت أحداث كبيرة وكبيرة بزاف. لأول مرة يتم إدلال أمريكا بهذا الشكل، أول مرة من بعد الثورة الفيتنامية، ومن بعد تكبد أمريكا لخسائر كبيرة وخروجها ضعيفة ومزلة من فيتنام. الآن هذا المدخل ديال السفارة، من بعد ما كان العلم الأمريكي كرفرف، الآن أصبح المدخل هو عبارة عن مناهضة أمريكا. شوفوا هذه اللوحة اللي يلا كتبغي تدخل كتلقاها، هي الأولى الولايات الأمريكية أو النجوم المشكلة للعالم الأمريكي، هي نجوم للقتل وتمثال الحرية، أصبح تمثال القتل. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. البحرية الإيرانية هنا، بصورة أمريكا كتنتج فقط غير القنابل، والولايات الأمريكية ترمز إلى القتل. هذه النجوم أن إيران أصبحت ترمز إلى القتل. أنا الآن في الحديقة الأمامية ديال السفارة الأمريكية السابقة اللي تحولت إلى متحف. ممنوع تصوير بالفيديو في داخل السفارة، فقط الطابق الأرضي. الطابق العلوي تأخذ صور مسموح، فيديو لا. شفت واحد الفيديو اللي كيأرخ هذه الواقعة. دابا أنا كنجول في الساحة الأمامية، تفاجأت بمنظر طائرات. كتعرفوا أنه خلال حجز الرهائن بهذه السفارة، أمريكا حاولت تخليص ديالهم بهجوم بالطائرات، لكن الطائرات سقطت في الصحراء الإيرانية بدون أي معركة. هنا صور ديال المحرك والأجزاء من هذه الطائرة اللي طاحت في الصحراء. هما الآن هنا صور ديال القادة العسكريين مع هذه الطائرات اللي طاحت بوحدها. قالت أمريكا ديك ساعة عاصفة رملية. شخصيا ما عرفتش الرواية ديال إيران شنو كتقول في هذا الجانب، ولكن هنا هي طيحة. وهذوما أجزاء من المحرك وديال الطائرة اللي سقطت، المحرك وبعض الأجزاء الأخرى. أوكي هما طاحين، عاصفة هما كيبينوا عاصفة طيحة.
دي قولة ديال الإمام خميني. بالفعل عاصفة رملية، الرمال لا لاحظتوا هذه الصورة كتعني الرمال هي الأخرى تثور ضد الجيش الأمريكي، رمال إيران بالضبط تثور ضد الجيش الأمريكي، وسقطوا جوج طائرات لحسب ما عرفت هذيك الساعة. هاد أحداث عشتها لأنني كنت باقي صغير وكنت كنتبعها وعشتها مزيان. ناس سقوط العلم الأمريكي اللي كان كيرفرف هنايا هو الآن يمرغ في الأرض. هذه الحديقة ديال السفارة الأمريكية السابقة وشعارات مناهضة أمريكا. القدس دائما حاضرة لدى الإيرانيين.